هنواصل مع حضراتكم حديثنا اليومي اللي بدأناه من فترة عن مخاطر الإنترنت على الأطفال وأفضل روشتة للتعامل مع هذا الأمر، خاصة في ظل فضاء إلكتروني ما فيهوش أي رقابة وبالتالي بيزيد فيه خطورة تعرض الأطفال والمراهقين والشباب كمان لمحتوى غير لائق أو محتوى عنيف أو خضوعهم لأي ابتزاز أو عمليات نصب إلكتروني وغيرها من المخاطر المتعددة. عشان كده في نصائح مهمة لازم يعرفها الآباء والأمهات لحماية أطفالهم خلال استخدامهم للإنترنت، ويعرفوا إزاي يقدروا يحافظوا عليهم لحمايتهم وتفادي تعرضهم لأي مشاكل. هنتعرف على معلومات أكتر عن هذه النصائح الموجهة للآباء والأمهات بخصوص روشتة تعامل أطفالهم مع الإنترنت من خلال العرض التاني. نشوف العرض ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الانترنت ومخاطر الانترنت على ولادنا وعلى صحتهم النفسية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. صباح الخير يا دكتور. أستاذة يارا وأستاذة لمياء، صباحكم يا رب دايما جميل. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. كلمنا بقى عن أهم المخاطر اللي ممكن يتعرض لها ولادنا، إزاي نحافظ عليهم وفي نفس الوقت نحتفظ يعني نحافظ على خصوصيتهم من غير ما نقتحمها ويحسوا إن إحنا بنجرح هذه الخصوصية. يعني خلينا نتفق ان يوم بعد يوم العلم بيكتشف الجديد عن الوجه القبيح لمخاطر الانترنت. حضراتكم قلتوا مخاطر الانترنت على الصحه النفسيه لاولادنا، لا ده الدراسات دلوقتي قالت بقت على صحتهم وحياتهم العامه اللي ممكن يؤدي للوفاه في يوم من الايام، وده دراسات اثبتته مؤخرا في المملكه العربيه السعوديه. كان عندنا دراسه معموله على طلاب جامعه نجران على تاثير الانترنت على سماتهم الشخصيه، لقوا ان المدمن الانترنت من مرحله الطفوله بيبقى عنده اندفاعيه في السلوك وعنده تسرع، وده اللي فسر هناك حوادث الطرق الغير عاديه للشباب والمراهقين اللي احنا ساعات بنشوف حوادث طرق تؤدي للوفاه بصوره مش طبيعيه. نرجع عن ايه؟ نرجع عن الاندفاعيه اللي موجوده في البناء النفسي للشباب نتيجه ادمانهم للانترنت ان هم لسه في مرحله الطفوله. وده اكدته دراسه ثانيه برضه في المملكه العربيه السعوديه عن الاضطرابات الانفعاليه والسلوكيه عند المراهقين، وكانت معموله في محافظه اسمها الليس والقنفذه، محافظتين هناك، لقوا ان في معدلات لصعوبه التوافق النفسي مع الحياه ومشاكل الحياه نتيجه ان الابن واخد على الانسحاب الاجتماعي والعزله والانفراديه والتوحد مع الشاشه الالكترونيه، وبالتالي بقى عنده صعوبه في السوشيال اكشن لما بينزل على ارض الواقع، مش عارف يحل المشكلات بطريقه سليمه، ما عندوش توافق روحي ووجداني ومعنوي مع المحيطين به، مفتقد سلوك الانسنه والمشاعر وقراءه العواطف مع الاخرين وهكذا. طيب دكتور وليد، علشان اي ام هتشعر بخطر على ابنها هتقوم فورا تسحب منه الموبايل وتمنعه عنه، وده تصرف عايزين نعرف من حضرتك نتعامل معاه ازاي؟ ازاي نبدا ناخد اول خطوه ايجابيه من غير ما نثير غضب الاطفال لانه سلوكهم هيبقى غير محسوب، لان حضرتك لسه قايل انه خلاص الادمان للانترنت اثر على سلوكهم وعلى تواصلهم، فمع ولا ضد النقطه دي والصح يتعامل ازاي؟ ما تسحبيش الموبايل من ايد ابنك بالرغم من كل اللي انا بقوله من مخاطر بتحدق بيه. نعم. انما املي عينه، شبعيه، يعني شوفيه كده، فتشي فيه، يلعب كوره، يلعب كاراتيه، يلعب سباحه، يروح يتفسح، يخرج يتكلم، يبقى ليه مجموعه انشطه خاصه بيه، اتكلمه معاه، خلي ليه اصحاب شبهه من نفس المرض. هو مش هيقبل في البدايه يا دكتور لانه هيبقى مشغول بالموبايل لانه معاه.
بص حضرتك طول ما انت مريتي عين ابنك بانشطه تتماشى مع النيد مع احتياجاته الانسانيه زي الحاجه لتقدير الذات والحاجه للعب كل ما هو اوتوماتيك هيشيح بوجهه عن اي حاجه ثانيه مش هتشبعه لان خدي بال حضرتك بيئه النت بيئه جافه بيئه ما فيهاش انسنه ما فيهاش حنيه ما فيهاش طبطبه ما فيهاش مشاعر لما هيلاقي ده على ارض الواقع هتلاقيه هو لوحده راح للسلوك الواقعي وبعد كل البعد عن ادمان الانترنت. انا حاسه يا دكتور وليد ان الموضوع صعب شويه ان احنا على طول ندمجه في اجواء مختلفه فهيبقى تقبله مش سهل لكن هنحاول طول الوقت وهنستعين طبعا بخبرات حضرتك معانا طول الوقت دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه بشكرك شكرا جزيلا.